السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. تشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله بصحة جيدة. غنفصل معكم واحد البودي كل شوميني ولا بكل طالع، نسميوه كل طالع ولا كبوط بالعنق ديال البرد. غنصاوبو هنايا لولدي، واحد المتتبعة كانت طلباتو مني، كنقول لها سمحي لي لا تعطلت عليك، راه مع الخدمة ما كنلحقش. هنايا عندي هنايا الطريف ديال الثوب، راه المهم راه عندي صغير هنايا غير شاطلي من العام اللي داز. عندي الكتاف هنايا، بعدا كنطوي الثوب على أربعة. عندي هنايا هو الثوب طويتو على أربعة، ومن هاد الجهة هادي كيكون مسدود، من الجهة ديال الأمام كيكون مسدود. هنا غنبدا نحط الكتاف ديالي، عندي 19، وما كنزيدش قيمة ديال الخياطة على حساب هاد الثوب هذا راه كيتيري ديال البوديات. هبطت هنايا جوج سنتيم على حساب البودي، نهبطو فيه غير جوج سنتيم، منهبطوش ثلاثة. وهنا في الدورة د العنق ندير ستة ديال السنتيم، ونهبط جوج سنتيم في ديال الظهر هنايا. هنا في هذا في التركيز غنهبط 15، مغاديش نهبط 19 كما هنا، ولا نهبط 16 غير باش ما يجينيش التركيز كبير، على حساب هذا البودي كيكون لاصق ما كيكونش واسع. نجي قبالته هنايا ندير 19 كما درت هنا، غندير هنايا ونطلع بخط، نصل هذه النقطه هذه مع هذه النقطه. هنا غندير العبار ديال الصدر ديالي، غندير عندي 21 وغنزيد سنتيم ديال الخياطه 22. صافي هنا الطول راه عندي 52 هنايا، غنزيد له باندا هنايا باش يجيه في الطول على حساب جهه قصير. كنهبطو هنا، راه هذا دري صغير، نهبط 12 صافي، ونحط العبار ديال البطن ديالي هنايا، نوصل هاد النقطة لهنا، ندير 21 نوصل هاد النقطة هادي. هنا غنطلع واحد 3 سنتيم ولا 4، ندير الدورة ديال التركيز ديالي هكا. هنا هنايا من اعلى الكتف غنصيلو لهنايا فين هبطت هنا جوج سنتيم، انا حيدت الخلف ونخلي الامام صافي. غنجي لهنا المنتصف وندخل واحد السنتيم، نصيل هكا هي لهنا، نخرج الزيرو هنايا، غادي نخرج الزيرو من هاد الجهه هادي. هنا في الامام غادي نهبط 3 سنتيم، صافي الكبوت ديالي. غادي نعبر الدوره ديال التركيز، نعبرها بهذه الطريقه هذه، ندور معها عندي 20 هكا. هاد الكمام كبارين كانوا عندي، غنولي نعاودهم بالفصاله على حساب العبر ديال ولدي. عندي في الطول ديال الكمام 53، غنشد من هنايا ونخلي جوج سنتيم ديال الخياطه. هنا راني هابطه هنايا ونقص هنا واحد جوج سنتيم، غنزيد نهبطها هنايا، غنهبط هنايا 3 سنتيم وندير 20 ديالي اللي عندي، هي جاتني هنا. هنا في الدوره ديالكم هذا كيبغي يكون مزير، غندير 8. في الدراع غادي نهبط واحد 6 سنتيم ولا 7،
وغنحط الدوره ديال الدرع ديالي، عندي 12 نزيد سنتيم ديال الخياطه. غادي نجيب هذا البيستولي ونحطها في هذه النقطه هذه اللي دخلت هنايا واربطها مع هذه النقطه هذه. صافي هذه المسافه هذه راه كنقسمها على جوج، وهذه على جوج، وهذه على جوج، وكندخل من هنا نطلع من هنا سنتيم ونهبط من هنا سنتيم. هاد الطريقه لكم راه حطاها انا بزاف، الا ما بانلكش هنايا ما فهمتيش فهاد العبارات اللي عندي هنايا ترجعي للفيديو راه قبل من هذا، ندير بودي في الكحل يكون كيبان. هذا هو الكم ديالي. دابا غادوز نفصل العنق، هنا غادي نفصل هاد الكول شوميني ديالي، غادي نطوي هكا التوب على جوج بهاد الطريقه، غيكون في الطول ديالو الدوره ديال العنق غندير فيه 16 هنايا، الحق التوب يكون على جوج، لي نطوي عاود على 4 باش يخرج لي الكول مضوبل. بالنسبه للعرض شحال ما بغيتي ديري فيه، ديري 6 بغي ما بغيتيش يكون طالع بزاف ديري 5 سنتيم، 6 ديري حتى 10، الا بغيتي تولي يكون طالع وتولي طويه من تكوني لابساه ديري حتى 12 ديال السنتيم، داكشي كيبقى لك الاختيار شحال ما بغيتي ديري فيه. انا هنا غندير فيه 6 سنتيم ما بغيتوش يكون طالع بزاف. صافي هذا العنق ديالي يجي لها الشكل هذا. بالنسبه للدراري الصغار راه كديروا 16 ولا 17، الا كان الثوب كيتيري بزاف راه ديروا غير 15، انا هنا عندي كيتيري ولكن ماشي بزاف مع غليظ. وبالنسبه للكبار راه كديروا 18 20 على حسب الدوره ديال العنق، ومن الاحسن تعبروا العنق باش يجي مجموع على العنق. صافي هذا هو البودي ديالنا، هنا غادي نزيد داك الباندا باش نكمل الطول ديال البودي على حساب كان عندي ناقص، بالنسبه الا كان عندنا الثوب ناقص هكا نزيدوا له باندا من تحت ماشي مشكل. هادي ديال ولدي ما نضيعوش هاد الثوب. العرض ديالها راه درت 8، وبالنسبه للطول راه كان عندي في العرض من التحت 21، هنا هادي غادي نزيد نقص منها ندير 42. صافي دابا غادي نقسمها على جوج باش تعطيني جوج باندات ديال الخلف وديال الامام. صافي هذه هي الباندا ديالي، هذه غتجي في ديال الامام وهذه غتجي في ديال الخلف هكا على جوج. صافي هذا هو البودي ديالنا، ندوزو للخياطه ان شاء الله. غادي نخيط هذا الكول ديالي، هنايا عندي هذا اللي فصلت هذه القطعه ديال العنق كل شوميني، وهذا ولا كنقولوا له الكول طالع ديال البودي. هنا غادي نخيط من هذه الجهه، هذه غادي نشدو نخيطو من هنايا، غادي نخلي سنتيم وندوز عليه بالخياطه. هنايا غادي نجي غادي نشد هكا هاد الخياطه هادي اللي عندي هنايا، نحلها هكايا باش ما تجينيش غليظه، وغادي نطوي هكا في المنتصف نشدو هكا، نشد هاد الخياطه مع الخياطه هنايا محلولين. صافي وغادي نطوي هكا على جوج. هذا هو الكول ديالنا، هذا هو العنيق ديالنا. غادي نجي غنشد هاد الخياطه ديال الكتف اللي عندي هنايا وغنديرها مع هاد الخياطه هادي اللي عندي، غنشدو هكا
بهاد الشكل هذا. غادي ندخل هكايا، غنشد هنايا بالبانكا هاد الخياطة اللي عندي هنا في الباندا، غنديرها مع الخياطة ديال الكتف، غنشد المنتصف ديالو هكا، هذا هو المنتصف ديالنا. غادي ندخلو على هاد المنتصف هذا بواحد سنتيم ونص ولا جوج ديال السنتيم هنايا، هاد جوج ديال السنتيم غنزيدوها في الجهة ديال الأمام باش ما يجينا من نجيو نلبسوه نميزو بين الأمام وبين الخلف، وفي نفس الوقت ما يجيناش مجيفنا من الأمام. هاد جوج سنتيم غنزيدوهم في الجهة ديال الأمام هكا، احنا أنا زدتهم في هاد الجهة هادي حيت عندي هادي هي الأمام وهذا اللي هنايا هو الخلف. هذه الجهه ديال الخلف راه نقصنا منها جوج سنتيم من الباندا وزدناها في الجهه ديال الامام كما شفتوا على هذا الشكل هيجي. دابا غنبدا الخياطه ديالي من هنايا فين لصقت البانكا، غنخلي سنتيم ديالي وندوز بالخياطه هنايا، نشدهم بثلاثه بهم هنايا هكايا وندوز عليهم بالخياطه. صافي هذا هو العنق ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا كما شفتوا. داك الهبطه اللي كنهبطوا هنايا 4 ديال السنتيم كيجي هكا، كيجي متميز بين الخلف وبين الامام، الخلف كيجي طالع شويه والامام كيجي هابط، حتى في اللبسه كيجي زوين. هذا هو الطريقه ديال التلصق ديال الكول الشوميني ديالنا اللي طلباته مني واحد الاخت هاد المتتبعه. نتمنى تشوف الفيديو وتعجبها الطريقه تطبقها ان شاء الله. وبالنسبه للخياطه ديال البودي كيفاش مونطيه، راه حاطه انا فيديوهات ديال البوديات الا بغيتي تشوفي الطريقه كيفاش مونطي الكتاف والكمام. انا درت معاك الكول اللي طلبتي مني، هذا هو الشكل ديالو. بالنسبه للكول هنايا يمكن لك الا بغيتي تزيدي تكبريه طلعيه بزاف، ديري قلت لك حتى 12 ديال السنتيم ولا 13 ولا 10 شحال ما بغيتي ديري. انا درت هنايا ديال ولدي درت فيه 6 ديال السنتيم. صافي هذا هو الشكل ديالو، راه كيجي زوين في الوقيته ديال البرد هكا للدراري وحتى للبنات. نتمنى يعجبكم الفيديو، والا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا وتخليونا التعاليق ديالكم الزوينه. والسلام عليكم.